السلام عليكم ورحمة الله. نواصل معكم كتابة أسماء الله الحسنى، وتوقفنا عند اسم الله عز وجل الغفور، واليوم سنبدأ بكتابة ومواصلة كتابة اسم الله عز وجل الشكور. هنا التغيير، ثم الانتقال إلى جهة اليسار دائما، لا يكون بكل القلم، بجزء من القلم. ثم من هنا يكون التغيير أنا وضعت النقاط هنا وتركت هذا المكان أوسع طبعا من أجل التشكيل، وإلا إذا نقاط بدون تشكيل نضعها في المنتصف، ثم هذا الميل هنا لا ننزل إلى الأسفل كثيرا في هذا ثم الراء بعد واو يكون أرفع منها قليلا. هذا الشيء خاصة إذا لم تكن في جملة، إذا كانت مفردة، أما إذا كانت في جملة فينزل أكثر إلى هنا حتى لا يصعد السطر إلى الأعلى. ثم اسم الله عز وجل العلي، ثم ممكن نمد لأن العين مفتوحة، الفراغ لا يعمل لنا مشكلة، فممكن المد. ثم من هنا نبدأ الصعود، ثم هنا عندنا ياء، ممكن نخرج من هنا، ممكن نخرج من أسفل، ممكن نعمل رجوع مخيرون يعني. العلي، ثم اسم الله عز وجل الكبير.
الكبير الألف وصل ثم هنا سكون على اللام، فلو وضعنا الكاف هذه ستضرب في السكون. البعض يضع السكون هنا في هذا المكان ممكن للام، إذا رأينا أن الكاف كتبناها قبل التشكيل فيجب أن نفكر بالاحتمالات التي نضعها مع التشكيل أين سيوضع. لا نكتب مباشرة دون تفكير حتى ما نقع في أماكن غير مناسبة للفراغ يعني. ثم أعلى هذا المكان يكون مكان الخروج. هذا الشكل. الكبير جل جلاله. ثم اسم الله عز وجل الحفيظ. هذا الشكل. ثم هنا يكون بهذا المكان. توزيع النقاط والتشكيل مهم في الكلمة حتى لا يكون هناك مشكلة، لا يكون هناك فراغ زائد وسواد زائد. ثم اسم الله عز وجل المقيت. المقيت الميم مع اللام تكون نفس حجم الألف. هذا الشكل. ثم المقيت. هذه الجزء بعد الميم يكون نازل بمقدار الميم، انظروا هنا وهنا ليس كثيرا، بمقدار هذا النزول هنا ثم تغيير مباشرة. ثم اسم الله عز وجل الحسيب. اللام مع الحاء الحسيب. هنا بعد السين
عندي نبيرتين، نبيرة الياء ونبيرة الباء، فإذا جعلتهما بدون مد سأرفع نبيرة الياء هذه. إذا جعلتهم بدون مد سأرفع نبيرة الياء ثم الباء حتى لا تشابه السين، ولكن ممكن التخلص من هذا الأمر بالمد. بهذا الشكل مثلا، الحسيب، الحسيب، وبهذا تقريبا أكملنا 6 أسماء من أسماء الله الحسنى: الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، والحسيب جل جلاله عز وجل. بارك الله فيكم، نلقاكم غدا إن شاء الله مع بقية أسماء الله الحسنى.